يعني خلينا نتكلم، هو ما قدرش يعمل الحاجات دي الشوط الاولاني لان في الاخر كان في مساحة. علي ماهر عامل الزحمه طبعًا. في نص الملعب طبعا. لما بدا علي ماهر يضغط ضغط عالي والنادي المصري ناقص واحد كمان. فقدر يعمل الحاجات دي هاي. هي دي كان يعني مميزات امام في نادي الزمالك كان بيعمل كده لان نادي الزمالك كان بيلعب على هجمه المرتده فامام يقدر ياخد المساحه ال 40 يارده دولت بالكوره ومن غير كوره بيقدر يروح يكمل الهجمه ويشوط عنده الرؤيه بتاعته فدي كل دي مميزات امام. هو اللي انا بتمناه الفتره الجايه اشوفه اللعب الجماعي بتاعه يتطور اكتر من كده صح لان خلي بالك امام هفضل لما اجي اتكلم على المميزات هو كل اللي احنا قلناه دلوقتي ده موجود عنده. هو انت اللي كنت بتقول لي بيرسي تاو مش حلو ولا محمد عبد الله؟ لا مش كابتن حسن. لا انا برضه اقول انا قلت بيرسي تاو لعيب جامد جدا بس الفينش بتاعه وحش. المدير الفني جه دلوقتي هي دي النقطه كويسه قوي انت قلتها صح. انا لما اجي دلوقتي ايه دور المدير الفني؟ اطور ان انت تطور كل مكان. بيرسي تاو كان الفتره اللي فاتت مع موسيماني كان يعني يجي من الاصابه ما يكملش العلاج بتاعه ويجي يخش الملعب يتصاب تاني صح. ايه السبب؟ كان بسبب ظهره فبيجي له خلف اصابات خلفيه فالراجل عملوا له جه وقالوا لك الراجل ده بيتصاب طب ده مشاكله ايه؟ فجه صح يا جماعه مستر كولر والجهاز الفني اللي معاه كله عشان مش هيبقى هو بس الراجل لا ده جه عمل شاف حسين الشحات عن مشاكله ايه وبيرسي تاو مشاكله ايه وده مشاكله ايه بيجي يطور الفريق طور بيرسي تاو جامد جدا. هو امكانياته سريع مهاري واحد على واحد وكان بيضيع جوان كتيره دلوقتي بدا يعالج كل دوت اصاباته قلت بقى يلعب 90 دقيقه ما يتصابش بقى يجيب اهداف هو دوت عشان كده راح احترف في انجلترا. هو اي لعيب بيحترف او بيروح كده اكيد لعيب كبير بالظبط صح اكيد لعيب كبير او اي لعيب بيجي النادي الاهلي او بيجي نادي الزمالك ما عدا الفتره دي لنادي الزمالك عشان بس ايه ما نقولش بيجي النادي الاهلي اكيد لعيب كبير في الدوري المصري او بره مصر صحيح.